مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. ان شاء الله تكونوا كامل بصحه وعافيه، بدايه اسبوع موفقه على الجميع. سمحوا لي كنت غبت عليكم عفوا هاد اليومين لاني كنت مريضه، وان شاء الله الحمد لله يعني الان تحسنت شويه، وربي يشافي كل مريض، وربي ان شاء الله يخليكم دائما فرحانين ودائما ملمومين، ودائما تسناو فينا في هذا البث المباشر اللي كل يوم يطلع عليكم ما عدا يوم الجمعه، فيه اشهى واروع الوصفات والاطباق. يلا كما على بالكم البارح كنت معكم الشيف ناديه، كان عندنا خلل تقني يعني خارج على نطاقنا، يعني كانت الحصه ما شفتوهاش كامل، لكن تقدروا تلقاوها على اليوتيوب يعني حلقه البارح. اما اليوم كما العاده راح تكون معنا الشيف ناديه اطباق او وصفات جديده راح نشوفوها معها بعد قليل. ما عرفتش كاين، راني نشوف الروز، راني نشوف المقروط اللي هيك هذاك المقروط الصغير والمعسل. الله الله، كل هذه الوصفات راح نعرفوهم والمقادير راح نعرفوهم مع الشيف ناديه. يلا نعاود نذكركم دائما بالرقم الهاتفي اللي راهو يظهر امامكم اسفل الشاشه، 023 70 92 94، ما عليكم الا الاتصال او تواصل معنا على البث المباشر لقناه الشروق على صفحه الشروق تي في اللي فيها الايقونه الزرقاء. مساء النور ناديه. النور شراكي. الحمد لله. بنتي صافا هاكي مليحه؟ ريحتي شويه؟ لا غير شويه يا ناديه، انا جايبه الكرسي اليوم كيما ذوك العجائز القعده. لاباس عليك طعمه ان شاء الله. صافا صافا مليحه؟ الحمد لله. الحمد لله. مساء النور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم عندنا، مرحبا بنا عندكم في برنامجكم المحبوب والمعتاد الو شيف. مقوله شهيره تاع ناديه، كل واحد عنده مقولة تاعو. صح ولا انا يلا في المحبوب والمعتاد وهشام ماشي دايرة. لازم تكون عندنا حاجة سينياتور تاعنا. صح ومنو في مازال ما لقيت لهاش لا سينياتور تاعها. لازم تحوسي على. يلا تفضلي ندى. لهنا اليوم راح نديرو أرز ألف ولا أرز أدرار، ولا حنروحو اليوم شوية للصحراء مشهورة به منطقة أدرار، وحنديرو أدرار تلمسان. اقصى هكا اقصى هكا. حندير مقروط مقيرط تاع تلمسان اللي هو مختلف تماما عن المقروط تاعنا. جو لو ديكوفغ يعني كو واحد اخر، طريقه واحده اخرى، ماشي كامل كيما تاعنا بصح بنين. يلا كانوا شافوا دوك على الشاشه، قلت لهم راه على طاوله. عجبتني هذيك السينما، عجبتك كي شفتوه في الشاشه. كانوا شافوه. حنا يا اخي دائما انا نحب نشاهيكم باش تقعدوا تتبعوا تعرفوا يعني الوصفه كيفاش. ماشي وحده تخدم شغلها ولا تهرب. صح نقول لك ما على باليش كيفاش يجي في الاخر، يعني نوري لكم الاخير باش نجيكم في من الاول. المقادير خلاص راني مبان صح مريضه. يلا نبداو على بركه الله. باش نبداو بالوصفه ولا نبداو بالروز؟ وي بالروز، لانه يطول شويه في الطياب. بعد باش نروحوا للمقيرات تاعنا. الوغ هذا الرز فيه لهنا البصل، زوج حبات بصل. لهنا البصل مازالش يترحى، يتقطع هكا اون بتي دي بالموت، حاولوا تقطعوه. ولا رحيتو اون سي جامي، كاين اللي ما تحبش رحي لوخ تواسيه، تحيا كاش ضربه زوج بك وتحبس، ما لازم كي تقطع شغل. فوالا يتقطع زوج حبات بصل. لهنا الرز انا عندي رطل بسماتي، هما يديروا لا كونتيتي اللي يحبوا، سته ثلاثه عباد ثلاثه، المهم هذا يمكن حتى سته سبعه عباد هكا. عندي لهنايا الكرومبيت نص راس مقسوم هكا على زوج. بون هذا الطبق باش يجي بنين، يقول لك مثلا درتي رطل روز ديري رطل لحم رطل دجاج. حنا كنت عارفوا الحاله راهي قيس الشراء غالي، حنا درنا حاولت نديرو كيما يديروه هما، لكن حنا ما درناش رطل لحم. هو يجيب الدجاج كي ديريه شغل ليك بصح قال لك بسكومه، هذا يديروه في العرس ويديروه هكا في الجفاني ويزينوه من الفوق بالبيض واللوز. وين قلناش أدرار؟ أدرار أدرار. قال لك بزاف بنين 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 بنين. أنا كليته هنايا عند وحده بصح قالوا لي كون تاكليه تما في الأعراس حاجة مختلفة، لأنه فيه بزاف اللحم. يحب يسيه يقدر يدير غير الدجاج، ولا يقدر يدير الدجاج واللحم. أنا ما قلتش لا لا لا، أنا حبيت ندير له هكا طرف تاع اللحم باش نعرفوا يذوب. فوالا لهنا قلت لكم اللحم والدجاج الكرومبيت. الخضره تجي فيه كاع الخضره، هذا عندك قرعه زروديه، البطاطا، الحار، يحب تحبي تزيدي له حبات فلفل هكا كاملين حلوين، الباذنجان يزيدوا له كاع الخضره، تمشي كاع مع الخضره. كون تقدري ديري نوع واحد تاع خضره، انا درت قرعه زروديه الحار والبطاطا. نقول لك اسمها هذه البطاطا. عندي مربع مرق دجاج، ثلاثة سنين الثوم. لهنا عندي كاجولا لوز للتزيين، الحشيش للتزيين. طماطم عندي لهنا حبه، كي نديرو زوج حبات بصل هنا نديرو حبه طماطم. درنا حبه بصل هنا نديرو نص حبه طماطم، لانه ما لازمش نكثروا فيه الطماطم، ما لازمش تغلب الطماطم، عفوا تلق الماء يتخسر شويه لوكو. لي زيبيس اللي فيه بزاف هذا الطبق، فيه سكنجبير
كركم، فلفل اسود، زعفران، هدايا كاري، كوري، تابل دجاج. هاد الاخر يقدروا يديروا له اي ايبيس عندهم تاع اللحم ولا تاع الدجاج، يتباعوا ميلانج لانه عندنا لحم ودجاج، كي نخلطهم حيجونا بزاف بنان. عندي فلفل عكري حلو وحار وفلفل اسود، البيض مغلي لهنايا للتزيين، وعندي ورقه رمز توابل واحد اخرين تاع الروز، هادوما يديروهم هما في رز ما تاع كومبريس اسمهم كموسه. هادو توابل تاع الكموسه، فيهم الهيل، فيهم سكنجبير فخي تاع العود، عود قرفه، نجمه الارض، حبيبه تاع قرنفل. هادو تقدروا ديروا عندكم لو شوا 3 4، لكن القرنفل ما تكتروش، انا راني دايره 4 لانه نعرفوا القرنفل اللي تخوفه. والرند نسحق للمرقه وللرز. تخيب نعم. يلا تحياتنا للأدرار وكل قلنا كل ولايه من ولايات الوطن، نسيو انه نداركوها يعني نعرفوا شنو هي الاطباق المشهوره فيهم. سمحي لنا ديال اليوم راني عيانه على الدقات. قلنا انه الاطباق هذو كامل نحبوا يعني انه نعرفوا بهم في المطبخ ديالنا الشيف اللي تعودتوا عليه، يعني كنا سافرنا في عده اماكن. هشام هو قابلني من هيك في وسموره، واليوم ضيف عندنا هشام، راه مقابلني الشاغب. واش دير؟ يلا يطلع لي معروض. مرحبا بك هشام، تحياتنا ليك شاف هشام كاسي وكل العائله تاعك اللي راهم يتابعوا فينا. يلا ناديه بعد راني حنلف كوكوت باسكو على الوقت باش يزرب باش يعطيب لي اللحم. وهما دو بريفيرونس ديريها في حاجه ثقيله، حنا نعرفوا لا كوكوت باللي ثقيله وتصلح لهاد لي بلا. واش قلنا اسمه؟ اروز اولف. حبيت نعرف بك اولف الى منطقه أولف. اولف هي منطقه في ادرار. فوالا اروز اولف ولا لا بلوبار اسمه روز مغموم. لانه تغل فيه كي بعد طيبيه تغل فيه كاع طنجرة تاعك، مملا فيها هذيك تقبالي تنفس منها من فوق، تغلقيها باش هذاك الهواء يقعد لداخل، اسمه روز مغموم. كي تحليه شغل يطلع ديك واحد الريحه، ويديروا هذا الرزمه كما يسموها قلت لكم الكموسه، يحطوها في الروز تسمى غير تحليه تضربك هذيك الريحه. يلا ماذا بينا نستقبلوا اتصالات اليوم من ادرار، هكذا هما يعرفونا. انا منطقه اولف على ما اظن هكذا اسمها، هي منطقه اللي كانت في زميلتي اميره تفريج، عفوا، اللي كانت معايا في جلسه ونسا، هي من هذه المنطقه اولف، كانت تحكي لي عليها يعني على هذيك قاعده اسم المنطقه. انا قلت لك كليتو عند وحده قالت لي عندنا واحد الروز نديروه في العراس، شغل جاتني بيزا قلت الروز في العراس حنا نديرو شتي طعام ضربه هكا، تحكي شفتو عرفت بلي ديفيرونس. كي يطيبوه في الدار يطيبوها ما يطيبوه نورمال، تحكي وراولي تاع العرس يديروا هكا في الجفنات بالبيض بالدجاج اللحم واللوز من الفوق، تحسي بلي يروح بالك يروح بالك شغل يولي يشبه لتليتلي. قلت لي تلي فوالا البيض، كي تشوفيه بالبيض تقولي طعام ولا تليتلي ولا شغل تاع مناسبه وهو روز. لهنا باش نبدا ندير في الطنجره اللحم والدجاج يتقلاو يسلقوا هذيك البنه تاعهم باش ندير الروز. يلا وانا نستقبل اول مكالمه لنا اليوم. الو الو سمية، السلام عليكم. وعليكم السلام. اول مره راني نتصل حبيبتي. مرحبا بك فاروق، فقط الصوت واش راكي؟ والله نبات. الحمد لله. وانتيا؟ لاباس الحمد لله. واش راها الشاب الشاب راني معاك الشاف ناديه. ناديه واش راكي؟ لاباس لاباس الحمد لله. واش راك شاف هشام؟ الحمد لله والله غير الحمد لله. قلت لكم شاف هشام راهو هنا راهو مرتاح راهو ني نشوف فيه. واش راه واش راه الاب تاعو اللي دار العمليه؟ والله غير كنت حنسقسي واش راهو اب راهو مليح. يلا يقول لي راهو مليح ولا بدا عليه. انعم نجحت له العمليه. نجحت العمليه خرج راهو في الدار. يلا الحمد لله راهو في الدار. سلمنا ليه، هو ثاني تبع من المتتبعين تاع الو شاف، سلمنا ليه وربي يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله. الله يعطيكم الصحة على شنو تقدموا. حبيبتي بلا مزية، ما قلتيليش فقط منين وشكون معايا؟ فاطمة من وهران. مرحبا بك فاطمة وكامل ناس وهران. الله يعطيكم الصحة. يسلمك حبيبتي. يسلمك يسلمك. كيفاش ما حبيتي تشوفي طبق آخر أو وصفة ربما مازال ما درناهاش؟ والله أنا فرحانة اليوم غير بالمقروط تاع تلمسان، أنا الأخت تلمسان ومتزوجة في وهران. الله يبارك. الله يبارك، يعني تعرفي هذا المقروض دارين ديروه. واه تاع البيض. تاع البيض والجلجلان. واه. واش راه الشاب نادية؟ الحمد لله سوال عليك حبيبتي. مريحة. الحمد لله. والله لاباس، مسي عليكم بالخير وانتم لاباس. الحمد لله. واش راه أم نوفل؟ والله الحمد لله في نعمة، غدوة إن شاء الله راح تكون معنا. إيه الله يشكرها بزاف. ان شاء الله يا رب. اكيد كل الشكر ليها وكل الشكر الكامل اللي شاف تاع
استمعنا في هذا البرنامج لهم يقدموا احسن واروع الاطباق. الله يعطيكم الصحه، هذا ما كان. العفو حبيبتي، العفو. ربي يعطيكم صحتكم ويوفيكم ما تتمنوا. ان شاء الله حبيبتي، شكرا لك. ربي يجازيكم. ربي يحفظك، شكرا. يلا سلامنا كامل الاهل وكامل ناس وهر. مع السلامه. ربي يستعليك، بالسعليك. يسلمك حبيبتي، تعيشي، شكرا. نعم صح. شكرا لك. يلا البث المباشر وكاين على الصفحه الرسميه، ما عليكم الا تدخلوا، استنى ندور هكا تليفوني. يلا تدخلوا صفحه الشروق تي في اللي فيها قلت لكم الايقونه الزرقاء، لانه كاين بزاف دي باج اللي يديروا لي لايف وهما غير رسميين ماهمش تاع قناه الشروق، يعني ادخلوا او كاين البث المباشر وراهم. يلا خرج ديراكتوم. يلا نادين عاود رجعوا للطبق. قلنا درتي الزيت، قليتي اللحم، باش راكي تضيفي اللحم والدجاج باش انا نضيفه في اللحم والدجاج. شدوا شغل داروا هذيك لاكخوت، هذيك شغل تاع تقليه، شي يدوا لنا البنه باش رميت البصل. البصل ناكد ونعاود ما يترحاش يتقطع، لانه كي يطلق الماء قالك تروح كاع البنه تاع الطبق، تعرفوا يطلق المروريه بزاف الماء. فوالا لهنا قلت لكم هذا عاود غسلتوه، توسوست قلت لك ما غسلتوش عاود شللته. هاد لو بلاي فيه كامل الخضر، انا كنت حابه نزيدو الباذنجان على جال لي كولا، خاصنا غير كولا فرونسي لهنايا ويديروا له الباذنجان، يديروا له باذنجان هكاك حبات، يديروا له فلفل اللي سما تجي كاع معاه كاع الخضره. لا ما عندكش اي خضره، عندك واحده برك تجي، لكن هما في مناسبات ينوعوا الخضر، ثلاثه اربعه انواع تاع خضر. لهنا درت البصل يتقلى لي، لهنا السر في هاد الطابق انه يتقلى بزاف، يقعد يتقلى. نعرفوا البصل كي نقطعوه يطول وهو يتقلى باش يدبل لنا، دونك لا سوس تاعو انه يطول في التقليه. انا مانيش حنخليه يطول نص ساعه، خلاص البرنامج اللي خلينا هي نخليه برك شويه يتقلى ونكمل ليتاب الاخرى. ليتاب الاخرى اني نزيد الطماطم، طماطم والثوم ولي زيبيس. واش ندير؟ نزيد هذيك الطماطم من الفوق. نعرفوا لي زيبيس كون نديروهم سوا يتحالوا سوا كي تكون الحاجه تقلى، ندير طماطم نرمي فوقها لي زيبيس باش نحرك. تما طماطيش فيها الطماطيش نورمال هي صح، كي يقولوها طماطيش واش من غير يقولوا طماطيش، طماطي لغوات يقولوا طماطيش. داكور. قلت لك الطماطيش نعرفوا فيها الماء، دونك هي حتبروتيجي لنا دوك لي زيبيس باش ما يتحرقوش. الثوم مازال ما درتوش ما يتحرقش، غير يتقلى شويه البصل نديروه. نجيب الماء نشمخ الروز كالعاده. يلا يعجبوني اللي يعيطوا لي على في الانستغرام وانا في المباشر، اللي يبعثوا الاهداءات، راني حالفه على الاهداءات باش ما نغيط حتى واحد. تاع باش ما تنسيهمش يعيطوا لك. لا غير ما نحب نغيط حتى واحد هذا العام، شو راه الوقت ضيق. الوقت ولا يجري له له. مش حابسين؟ يلا ولا ما محابسين، مازالهم يعيطوا. معليش راني بث المباشر راكم تشوفوا فيا، فرجاء احترموا والا كيما قالتش وسما بلوك بلوك بلوك. انا نحبكم شغل ما نقدرش ندير هاد العفايس. يلا كاين بزاف اللي راهم يبعثوا تعليقات، ديروا لنا غراتان بدون دجاج او لحم في الفرن. يلا تقدري ديري غراتان خضر اللي كنا حضرنا شحال من خطره. لا لا ميم غراتان نديرو احنا باللحم والدجاج، تقدري هي تنحي اللحم والدجاج. احكي لي كيفاش راهم يبعثوا لي في الانستغرام، سميه ديري لنا البقلاوه، سميه ديري لنا المقروط في الكوشه. حسيت روحي ديت بلاصتك. وحده قالت لي تعيشي، قالت لي عاودي هذيك الوصفه، قلت لها انا اشاك فوا نقول لكم بلي انا راسي متقول، شغل الا ما كتبتش هذيك الوصفه مانيش نعاودها بعد دقيقه، ما نقدرش نعاود معاهم. قلت لهم نحفظ سير بلاص نخرج من بلاطو سي بو راحت الوصفه. لاني تاكله بلي عندي النيميرو تاعهم، كي نحصل نعيط دايما ناديه ولا هشام. ندير ثوم. يلا نستقبلوا اتصال. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام اختي، واش راكم شحوالكم؟ والله الحمد لله. وانتيا واش راكي؟ الحمد لله. انا دليله من باتنا. مرحبا بك دليله وكامل الناس باتنا. ربي يعيشك. شكرا لك. الله يعافيك. واش راكم شديرو؟ والله الحمد لله. يا راكي من بلاد ناديه. هاي شف ناديه، مساء الخير. مساء النور، واش راكي لاباس؟ بنت بلادك. نحبوك بزاف البتنيه. الله يسلمك يعيشك، ميم انا نحبك. هكذا غير هكذا المعرفة، هيا عيطوا لي نحبوها راني مع السالفية. الله يسلمك تعيشي، واش راكي لاباس؟ لاباس يعيشك. كاش برد في بلادنا؟ وراسك بغيت نسقسي كيفاش تكونجلي ولا زاليكو؟
زالي قولوا بيامو بيامو هكذا او جدانا عندك انا كنت بها بقشور هتجيني روعه 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 مليحه هذه بوني دي تخبيها حبه كوبري نخبيها بقشور عندك ندير نفصصها برك واللوحه تجي ما شاء الله ما تزيدش خلاص اليوم جابت لنا ايدي صح حتى على ما اظن جلبانه كي تنقيها ما يصرى لها والو في الكونجيلاتور انا من داك تكون نوعيه ما كيعرفش عييت حبه طيب حبه لا لا يلا الحمد لله ما عنديش هذا المشكل يلا زيدي قولي لك شما حبيتي وصفك شما حبيتي طبق تقدمه لك شيف لدي ولا لي شيف الاخرين لا ياكم لا ما شاء الله نتبعوا فيكم نسيين ساعات المهم حسب حسب الظروف اكيد 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 ربي يقدركم ان شاء الله تعيش وبارك الله فيكم وربي يوفقكم وربي ان شاء الله مزيد مزيد من التقدم ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا في امان الله واني فرحانه بزاف كي حكيتكم حبيبتي حبيبتي ان شاء الله ما يكونش اخر اتصال ان شاء الله ان شاء الله في امان الله ربي يوفقكم ان شاء الله شكرا لك قولي لي قولي لي كيفاش نكون مزيد على فادي قلبي عيشه داكوغ دوك تقطعينا شكرا جزيلا يلا مع السلامه شكرا يلا هو نفس السؤال اللي ربما ما ننطرحه عليك لانه كي نديرها في الكونجيلاتور بعد نحيها تجي مشمخه مطلوقه شغل شوفوا كون تبعوني انا ما تخبوها ما تاكلوها انا كلها ما نحبها صح انا نحبها بصح نحب نشيها هكا سير فلاش ونطيبها بصح من داك الشيء تكون تلحق حتى 50 الف كي يكون ماشي وقتها ومن داك ما تكونش كامل صافي تمشي الناس كامل تشريها لو البارح شفت ماما تخبي فيها تغلي الماء ومن بعد توجد هاديه لصح كبيره هاديه تكون هكا كبيره واش دير مشي زعما عندك زوج كيلو ماشطو تروحي ديريها ترميها كاع غير يغلي الماء ترميها غليه زوج تنحيها تخلي هذاك الماء تنحيها ترميها في ماء بارد تعاود تبرد شغل تحسي عاود تحيات لاكولاغ تاعها تعاود تخدر كي تبرد ديرها في دي ساشي تكونجيلاتها شحال تغلي غليه زوج غليه اربع دقائق خمسه دوك انت كي هاكي ديريها الماء يكون يغلي عاود شغل كي يبرد تعاودي تسنيها تعاود تغلي غليه زوج ثلاث دقائق اربعه تغلي تجري تنحيها تكوني موجده ماء بارد دو بريفيرونس طراف تاع لي كلاصون ترميها شغل تعاود تحيا تعاود تخدر وتخبيها تسمى تما ما داخلها شويه طياب داخلها شويه طياب ما تشربش الماء كي تدخل الكونجيلاتور ما يشربهاش وخلاص كي شغل تعبت وشنو بكميات ماشي زوج كيلو ديريها تغلي اشغل بالعقل بالعقل عندك زوج كيلو هكا بشويه 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 حتى تكمليها لانه الاولى اللي كترميها يشبعت ما غلات والفوقانيه يكون مازال ما لحقهاش تغلي تخلطيها شغل طيبتيها ودرتيها في الكونجيلاتور دونك بكميات قليله لاباس عليك يسلمك حبيبتي شكرا يلا الرائحه حتى الرائحه تاع لي زيفيس راهي تزيد لي اليوم راهي ضد 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 المرض والله يلا نستقبل اتصال اخر الو 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 مساء النور مساء الخير اختي ام يحيى من عنابه يا اختي ام يحيى من عنابه نعم مرحبا بك يا بابا بيك عايشك وش رايك وش عملت عنابه والله الحمد لله انتم على بيت اختي الحمد لله حبيبتي الحمد لله والله العظيم طافي نحبكم نموت عليكم على بالك حبيبتي احنا ثاني نحبوكم كامل نحبوا كل ولايات الوطن ماذا بينا كل يعني في الحصه نسمعوا كامل هكذا الولايات نسمعوا يا عيسك عيسك راكم مكفيين وموفيين يعطيكم الصحه حبيبتي شكرا حتى العنابيات ماشي سهله يعني في الطياب يا عيسك في الطياب ما شاء الله تعيشي يا ام تعيشي شفت نادية لاباس لاباس الحمد لله سوال عليك الحمد لله اختي يعيشك يلا كش ما حبيتي اختي ربي يجيب لك الشفاء ميمة ان شاء الله عمرتي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي حابه نسق في حاجه برك نعم كيف تسمع درك على لوبيا خضراء كيفاه تكون جيدة ولا نعاود لك طريقه عندي انا طريقه ما نعرف يعني نقول لكم على لا معليش فيدينا بها الطريقه تاعكم بويس كنت نعيط ما سمعتهاش معليش فيدينا هي قالت ناديه قالت كي نجيبوها نغلوها في الماء حوالي واحد الربع دقائق بصح ما نديروش كامل الكميه نديرو بالعقل بالعقل باش تغلي مليح واحد الربع دقائق هكذاك من بعد غير نحوها نصفوها ديريكتومون نحطوها في ماء بارد هذه هي طريقه قالت لكم بعد نقطروها ونديروها في لي ساشي نديروها في الكونجيلاتور والطريقه تاعك انت مليح انا كيف ما نقلاها في الزيت كيما القناوي نشفها من الماء مليح ونقلاها في الزيت هاك شويه كشغل يتبدل اللون تاعها شويه برك خابيه ومن بعد نحطها في البابي نشفها مليح في البابي نخليها يعني بيريود في البابي ونبدل كيما نقولوا الدار هذاك البابي بالزيت نحيه عاودي ديري لها بابي وحده وزيد نحط بابي واحد اخر حتى نحي لها الزيت خلاص هذاك خابيه ومن بعد كي نكون جلاها نحطها نكوفرها بالبابي ونحطها في بورت مونجي بلاستيك ولا في ساشي ما ديريهاش في الكيس نكوفرها بالبابي مليح ونحطها فيها اما في ساشي
واما في لي بورتمون دوك نقفلها مليح خابية على بالك تقعد روعه طيبي اللحم تاعك وهكا في الاخر خلاص تحطيها هي جيست هك شوي تكون ديجا داخلها طياب صدقيني تجي روعه روعه يلا شوفي ما نقولوا لهم هكذا يسيو في الطريقتين يسيو طريقه بلادي هما واش وانا يسيو طريقتك يحكم انتم ونشوف ان شاء الله ان شاء الله القناويه ندير لها كيما كي تهضري نقليها نخبيها في القناويه ثاني نقلاها وخاطر سمعتكم وسي تهضروا على القناويه احنا القناويه نطيبوها نطيبوا معها البيضنجات بالباذنجان كنت درتها انا خلاص لا هي شحال بنينه هي نقليو البيضنجان ونقليوها هي وكاين ثاني اللي يزيد عليها الفلفل الحلو ونقصوا هكا ديكاغي هكا ونقليوه ونسقطوهم هما اخر حاجه مع اللحم وتجي تهبل بينا شوفي شهيتين انا راني هنا نتوحم على الريحه وتنسي يا بنت عمري كنتي عندنا العنابه نطيبين حبيبتي ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يعيشك يا اختي ربي يعينك ما نطولش عليكم وربي يبارك فيكم وفي صحتكم وفيك بارك الله يا ربي هذه وفيه للبرنامج يا اختي يا حبيبتي قعدي وفية قعدي دايما وفية عايزك قعدي معاك عايزك حابة مشاف نادية باك ديري لنا لازاني لي لازاني اها يلا ان شاء الله ان شاء الله تعيشي امي ما ربي يعينك امي شكرا لك حبيبتي شكرا يلا مع السلامة يلا مع السلامة شكرا سلامة يلا عندي هذا المشكل تاع الساعة دكتور تحكمني كملي معاهم روحي فريها لهنايا كنت قليت الدجاج واللحم ومن بعد باش درت لهم هذيك الحبه زوج حبات تاع البصل لهنا دو بريفيرونس كي ديروا البصل تخلوها ويدوب يدوب يتقلى يتقلى باش تزيدوا الطماطم كي درت الطماطم شغل غطات لي هذاك السطح من الفوق واش درت فوقها كامل لي زيبيس هذوك شوفوا لا كولور شحال راهي شابه مع دوك لي زيبيس لو كان ندير لي زيبيس مع هذاك البصل راهم رايحين يتحرقوا لي لا لا انا درت الطماطم درت فوقهم الملح لي زيبيس هادو كامل اللي هما توابل الكاري ولا توابل الدجاج سكنجبير كمون فلفل اسود زعفران فلفل عكري دو بريفيرونس حلو وحار وكركم والملح وزوج وريقات رند ومربع مرق دجاج درتهم وخليتهم يتقلاو نخليهم يتقلاو شويه ونمرق هي اللي هنايا شوفوا طابق نتوما عندكم الوقت قليو في غرتكم وكي ديروا هكا هاد لي زيبيس والطماطم ايتو واش ديروا خلوهم يتقلاو تخي تخي بيان يعني يتقلاو حتى تحصوا الكوكوطه تاعكم شغل حتلصق باش تمرقوا هذا هي لاستوس تاع السر تاع هذا الطبق باش يجي بنين يعني الاطباق كامل مليح نقلوهم مده معينه باش يزيدوا يعطونا بنه اكثر بون راني نسخن في الماء باش نمرق به الملح درت ما تنساوش ما تكثروش الملح لي زيبيس درت من كل ايبيس ملعقه تاع قهوه نسيت القرفه شوفوا حطيتها هنايا ونسيتها القرفه برك لي ما تكثروش بزاف لانه نعرفوا الكو تاع القرفه قاصح باغابوغ لي زيبيس الاخرين هاد الطبق يجو فيه بزاف لي زيبيس راكو تشوفوا زوج ربعة ستة ثمانية انواع تاع ايبيس بلا هادوك لي زيبيس اللي راح نتبلو بهم الرز ديالنا لهنا لاسيس قلت لكم الثانيه تاع البصل انكم ما ترحوش تقطعوه شوفوا كي تقطعوه ما يطلقش الماء يسمى البصل تاعكم يقعد يتعسل احسن ما تقطعوه يطلق الماء الماكله ما تجيكمش عاقده فوالا واحد الريحه لهنا تاع لي زيبيس صح لي زيبيس يجو فيه بزاف لكن الطابق هذا بنتو وحدها لهنا انا ما عنديش الوقت ما حاش نخليه يتقلى ثم حاولوا تقلوا حتى يعاود ينشف كامل باش تمرقوه صافا سميا بون التمرق على بالكم دائما يكون من الكوتي ما نمرقوش الدجاج واللحم هكا فوقهم باش نصمطوهم بعداك الماء شغل نغسلوهم هذوك التقليه اللي درناها لهم اش فيها هذايا اليوم نمرق نمرق كميه مليحه لانه هذا المارح بعد ما طيب فيه الخضره ايتو حنطيب فيه الرز ديالي علاش قلت لك نسبقوا به لو طون نحول هذاك المقروط ونولو تكون طاب المارق نديروا الرز تاعنا يطيب خفيف احنا ما طابش اللحم والدجاج معليش لانه رانا طيب مع الوقت يعني هذيك هي مازال الحم الدجاج طياب ماشي كيما اللحم شتي اللحم ياخذ وقت اكثر من الماء. يلا نعاود نذكرهم بالطبق هذا اللي قلنا هو طبق الارز المشهور بمنطقه ادرار هو اللي رايحين ولا اللي راهو حاضر معنا لنهار اليوم اللي راهي طيب فيه شيف ناديه يلا كنا درنا الزيت قلينا اللحم والدجاج هذا الطبق كما قالت شيف ناديه معروف في ادرار بانه يطيب مع الدجاج واللحم
ويكون نفس كمية الرز هي نفس كمية اللحم ونفس كمية الدجاج. لكن حنا درنا دو كويس وطرف تاع اللحم، قليناهم بيا حتى خداو هذيك القلية نتاعهم، باش ضفنا لهم البصل هكذا، ضفنا البصل معاهم، وضفنا دائما تكون كمية البصل أكثر من كمية الطماطم في هذا الطبق هكذا. البصل مقطع ماشي ملح. يلا إيه البصل مقطع قطع صغار ماشي ملحي، يعني ما تحسلوش على الماء تاعو، لانه هذاك الماء كما قالت ناديه هو اللي راح يبدل لنا كامل الذوق تاع هذا الطبق. ضفنا الطوماطيش، باش ضفنا لي زيبيس اللي درت طوماطيش حاولت حليتها كامل فوق داك الدجاج ودرت لي زيبيس، درت كامل لي زيبيس اللي هما كاري الكوري ولا توابل اللحم او اللحم فوالا اللي ما حبش يدير الكوري، كنجبير، فلفل اسود، كمون، زعفران، اللي عندكم زعفران شعره راسي اونكور ميو، فلفل عكري حلو وحار، وكركم وقرفه. هادو كاع نديرو ملعقه صغيره الا القرفه نص ملعقه، نعرفوا القرفه قاصحه عليهم باغابوغ هادو توابل تاع المرقه بلا توابل تاع الدجاج. بعد ما درت توابل مع ديك الطماطم حركتهم، درت هذاك مكعب مارق دجاج، الملح والرند، حركتهم قلت لهم لهنا في هذا ليتاب يحاولوا يقلوا قد ما يقدروا حتى ربع ساعه ينقصوا ويخلوها تك 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 كيما نقولوا حنايا باش يمرقوا، مرقوا مليح لانه الخضره تشرب الماء واللحم لو طون باش يطيب، باش هذاك الماء ومن بعد نحاولوا نطيبوا به الرز. قد ما يكون عندنا مارق احسن ما نزيدوا الماء ومن بعد للرز يسمعك الماء. الخضره كي تغلي هنا المارق ندير الخضره اللي تشد في الطياب، حنا نعرفوا الزروديه هي اللي تشد بزاف في الطياب، لكن انا على ما اظن حنديرهم كامل على فوا ما نستناهمش. نتوما ديروا زروديه يدخلها الطياب واحد 10 دقائق ولا تبداو ديروا، مثلا درتوا اللفت ديروه ثاني زروديه واللفت يشدوا طياب، لكن الا درنا بطاطا ولا قرعه نخلي 10 دقائق الاخرين كي يطيب اللحم الاخر نرميها باش ما تتحرحش ثاني دوكا لانه لازم. يلا زروديه تاعك كيما ديك خضره درت حاله زروديه اللي قالوا لي تاكلوا في الزروديه كليناها قاعده كنها يلا اللوبيا الخضراء نقيها وغسليها ونشفيها مليح وديريها في ساشيت وديريها في المجمد ولا غير كي تخرجيها. نو انا درت هذه الطريقه، انا خطرة درتها ما تنجحش، تطلق الماء كي تجبديها خرج كاع ما سورتو كنت ني شافيه وكنت حابه نديرها، كنت حابه نفورها ونديرها صوت ما نجحتش، ما فيهاش ميم با لو غو تاع اللوبيا يروح لها كامل الدوق. انا ماما من بكري تغلي الماء، قلت لك تغليها شويه وديرها ميم البنات دير بهذه لافاصه ماما تغليها شويه اكثر من اللوبيا ماشطو خاصك حيدخل لها طياب وتكونجلي، المهم ما تحرحش باش تكمل طيب لك مع طابق لا بروشين فوا كي تحبي ديريها. هذوكا كاين خضار بارتو شنو لو بخي اللي يختلف كي ما يكونش الموسم تاعها صح، كل ماشطو راني نشوفها انا كل وقت ما عندهاش خاصك راهو غير جلبانه على طاقه الخضر وتلقايهم يعني وشنو بسعر شويه مرتفع كي ما يكونش انا ولا غير ناديه نستعمل الجلبانه تاع الكونجلي هذيك باسكو الجلبانه الاخرى ما تجيبني انا، حنا ولينا شهود لي صافي هكا الكونجيلاتور ونخدموا لانه الجلبانه الاخرى ولينا كي نخبوها قلت لك حبه طيب وحبه لا لا باسكو لازم الخضره كي تخبيها في وقتها. حنا واش نديرو نخلو الجلبانه حتى ترخص يكون خلاص وقتها وخرج يسمى راهي قديمه يا دو بريفيرونس غير تدخل هذيك الطريه كما يقولوا حبق هي هذيك اللي تتخبى، بصح حنا كي تدخل غاليه ما نقدروش نخبيوها يعني قليل الشعب ما لقاوش يديرها يخبي في وقت معليش مهم الواحد يخبي. كيما الطماطم السعر تاعها راه مرتفع بزاف هاد الايام يعني الناس اللي خبات هي تبروفيتي منها. يلا كاين عندنا تحيه ليكم من ولايه تيميمون، احنا نقولوا له الرز المغموم. يلا كما قالت ليا نقولوا ليه الرز المغموم كما قالت ناديه. يلا ناديه غلقت عليك لا كوكوت كيكوطه خليت غير البطاطا حطها تحت الدقيقه خلاص نخرجوا فاصل ومن بعد نعاودوا نوليو لهم المقروض ديريكتومون حط حبيسه خفيفه يلا نروحوا فاصل اشهاري قصير وبعدها نعاودوا نوليو لكم هذا الفاصل. نرحب كل من التحق بنا هذه اللحظه ولا اللي ما لحقش علينا، نقول له كنا درنا الرز المغموم اللي معروف في منطقه الدرار بالضبط، او الرز ألف حسب منطقه الدرار. هذا الرز اللي كنت قلت لكم الوصفه تاعو قبل قليل، لكن راح نعاودها لكم، انا فقط نعطي الوقت الناديه باش تكمل ولا بقى لنا وقت راح نعاود لكم. معليش عاودها انا مازال ندير والو، يلا نعاود البطاطا دوكا باش نحيها. يلا نفس هربه باش ما نعاودهاش معك. لا حبيبتي عادي. يلا كنا درنا الزيت، قلينا قلنا هذه الوصفه او هذا الارز يحب الدجاج واللحم مع بعض، هو في المنطقه معروف انه نفس كميه الرز هي نفس كميه اللحم والدجاج. احنا درنا كيما نقولوا قيس العائله الجزائريه، كل واحد قيسه كل واحد يطيب على حساب مقدوره. درنا الزيت قلينا فيه الدجاج واللحم حتى خداو هذيك القليه تاعهم، بعدها ضفنا لهم البصل حبه بصل او تمن
اثنين زوج بصل. يلا زوج حبات بصل كبيره مقطعه ماشي مرحيه، او الا درتوها يعني في الروبو سيو ما تخليوهاش تطلق الماء فقط تتقطع. عفوا هذيك التقطيعه لانه الماء تاعها راح يخسر الطبق. بعد ما تقلى شويه هذاك البصل ضفنا له الطماطم، طماطم تكون نصف كميه البصل. درنا حبه طماطم حلتها فوق هذاك البصل الدجاج واللحم، بعدها ضفت لها التوابل، توابل اللحم او الدجاج، سكنجبير، فلفل كحل، فلفل عكري حلو وحار، يلا فكريني، الكركم وزعفران، وشنو هذا؟ كمون. هذا كمون يلا هو الكمون. يلا والكمون هادو بالنسبه للتوابل اللي رافقوا هذا الطبق، والرند كذلك ضفت له الرند. بعد ما تقلوا هو من الاحسن انه ياخذوا وقت في القليان تاعهم باش يطلقوا هذيك البنه. بعدها نضيفوا الملح ونمرقوا الطبق تاعنا، ما نسيوش الشغل في الوسط على جنب. تمريقه تكون الماء يكون سخون هذا ما كان، وغلقنا عليها. كل ما يكون عندنا مرق اكثر او سقينا مرق اكثر نسحقوه، لانه راح يطيب فيه هذاك الارز اللي راهو ديجا يتشمخ. تشمخوه نص ساعه قبل او ساعه ناديه؟ نص ساعه خسرتوه مليح كي راه يولي الماء تاعو ابيض باش نشمخوه. هذه هي الرز دو بريفيرون باسماتي، بصح تقدروا ديروا الرز ابيض عادي، ليسونسيال يكون هذاك المفور. لهنا حنقلي بك الحبات على الحار، حبه درتها هنا وحبه نقليها للتزيين. شوف كيف توجدت راني نوجد في الكموسه تاع الرز. يلا الكموسه في الكومبريس. فوالا في كومبريس ولا جو سي با كاش قطعه قماش تكون بروبر يديروا فيها. انا هنا حندير في كومبريس عود طرف هكا تاع سكنجبير، عود قرفه، زوج وريقات تاع الرند. قلت لكم القرنفل برك اللي ما تكثروش بزاف، انا درت اربع عيدان، وحده نجمه الارض، حبيبه تاع الهيل، ونغلق عليهم هادو نخدم بهم ومن بعد للرز. فوالا ولهنا كل واحد وطريقته، لانه انا هذه وحده قلت كليتو عندها فهمتني كيفاش يديروا، وقالت لي كاين اللي يزيد ايبيس، كاين اللي يزيد نجمه الارض، كاين اللي ينقص، كاين واحد لهنا واحد العود الاسود ولا جو سي با ما لقيتوش ما درتوش. معليش غلقت عليهم مليح. ماكش مضاريه بالكمامس. لا لا مضاريه، هذه ماشي كومبريس. وسمها اسمها هذه بونسمون ما مليح كومبريس تي يجي كاري تقدري ترزمي. هذه هي قلت لك لهنا كاين واحد العود الاسود يسموه عود القرامي ولا جو سي با كوا، هذاك ما لقيتوش وما ما بحثتش من عليه وشنو. وكل واحد واش يزيد ايبيس في هذا الرز، يسمى لها كانت طريقه مختلفه، ماذا بينا يبعثوا لك اكيد على المباشر ولا يتصلوا بنا كذلك يعطونا. غلفتها ما كاش كيفاش تهرب. يلا احزمي مليح هاد الكمامس كي زيدت اختي بالطفله شغل عندنا حنا هاد الكمامس شغل يديرهم للبيبي يرضعهم لا بروميير فوا شغل باش ينحي هذاك مع بالش وشنو في يديروا له كاش ايبيس واقيلا. والله ما نعرف يديروا فيهم كامل لي زيفيس يعني معروفين عند الجدات. قلت لك صافي لا كاين اختلاف في الوصفه، ماذا بينا يتصلوا بينا ولا كش وحده تبعث لنا دوكا وتقول لنا وشنو هو الاختلاف. انا هذه طريقه تاع وحده وراتها لي عايشه هنا في الجزائر، هي من الاضرار، نوجه لها تحيه. العود الاسود اسمه غرامي هكا قرمي ولا قرمي كاتبين غرامي غرامي الاخت نادية. يلا وافا وافا سالم تحياتنا لها. ندير الحبه تاع الحار هنا تقلالي. يلا عاودوا لنا الوصفه تاع العرس، كنت عاودتها هداوية. خلينا بك نوصل المقروط لانه لازم يريح شويه ومن بعد نعاودوا لها الوصفه تاع العرس. اكيد وعاودناها شحال من خطا. فوالا يلا المشاهدين تدعو كامل رضوان شيف دو سيت مسكين خرج هو جاب لي الماء انا وناديه. الله يرزقك من ما زمزم ان شاء الله شكرا لك. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه ان شاء الله ان شاء الله يعطي. سميه تقدري تقولي انا هربت المقادير. لا لا حبيت نقول خذي راحتك نشرب فقط الماء. لهنايا حنديروا الرز تاع تلمسان، هذا الرز قلت لكم طريقة مختلفة تماما على الرز اللي نديروه احنايا. الرز تاع تلمسان. المقروط. سارة تقول لي مقروط شتي في الرز. نحب واحد كادغور كي يكون مركز مع الوصفة ومع الخدمة. سارة لماذا؟ لأنها راهي تاخذ الوصفة وراهي تعاودهم في الدار. لأنه قالوا شحال من خطرة كي نكمل قولوا لي هذا كيفاش طيبتيه باش نعاودوهم، نقول لهم انتوما كي كنت انا هضروا يقول لك حنا كنا كاميرات. الوغ نروحوا للوصفة تاع المقروط.
لهنايا المقروط قلت لكم هذه طريقه مختلفه بصح بزاف بنين، ما عندوش علاقه مع المقروط تاعنا، فيه البيض فيه الجلجلان، حنا المقروط تاعنا سميد وايدام ومزهر. هذايا فيه رطل سميد محمص موايا لجراح الخشين، ماشي اللي يديروا به الكسره. جراح الخشين سبيسيال مقروط، الا لقيتوا هذاك النصف غاليد دومي غوس لا سيمول دومي غوس، هذيك هي اللي تصلح للمقروط. ليسونسيال الناس كامل تاع السميد تاع المقروط انه ماشي الرقيق، ماشي الرقيق اللي نديروا به الكسره. دو بريفيرونس هنا يشرو تاع الباكي، تاع الباكي هو اللي يصلح للمقروط. عندي هنا رطل، علاش ندير رطل؟ لانه هما يديروا كميات كبيره ويقسموه، وحده مبتدئه لازم دير رطل ما ديرش كميه كبيره لانه يشرب. هذاك رطل سميد واش ندير فيه؟ 125 غرام تاع السكر. هذا الحار حيدير حرب هنا اليوم. رطل سميد 125 غرام سكر، شوفوا بالكاس ابوبخي شحال جاتني، كاس موان دو دوا ابوبخي، سكر عادي تاع قهوه، ملعقه فانيلا، يعطيك مغر تحياتي، ونص كيس خميره كيميائيه، بالك وديروا كيس، نص كيس خميره كيميائيه في الرطل تاع سميد. رطل سميد 125 غرام سكر عادي اللي هي كاس موان دو دوا ابوبخي، نص كيس خميره كيميائيه فانيلا، مبشور تاع زوج حبات ولا ثلاثه ليمون، يحب السيترون، وسميد محمص كيما طمينا، تشوفي في اللون تاعو مختلف. عندي لهنا الجلجلان هي 125 غرام، دوك نقول لكم بالكاس ابوبخي شحال، لا عفوا 100 غرام، 20 غرام هذيك جبتها لي سيزيون. فوالا. يلا هذا جلجلان محمص، جلجلان محمص ومرحي، ما كاس قولوا هاولي كاس جلجلان محمص ومرحي، اللي حب توزن 100 غرام. فوالا. يلا تفضلي انه نمد لها الحار يتقلى في الكوزينه خير؟ ولا مش... ما يجينيش برك خبز. على الصوت خبز. انا طفيت لو قلها لكم من الوضع. يلا. فوالا شكرا سميه. لهنا شوفوا واش نديروا، رانا نخلطوا في المواد الجافه. عندنا 4 حبات بيض، هذه الكميه تدخلها 4 حبات بيض، ني زياده ني نقصان، دوك نقول لكم ومن بعد الى يبس لكم تقدروا تزيدوا شويه البيض. فوالا نخلطوا المواد الجافه اللي هي رطل سميد محمص سميد تاع المقروط موايا ماشي ولا لا دومي غوس، ماشي الرقيق هذاك اللي نديروا به الكسره. رطل سميد حمصتو كيما نحمصو طمينا، شوفوا لا كولور تاعو راهي مختلفه كيما تحمصو طمينا عادي. كاس جلجلان محمص ومرحي، كاس غير ربع قولوا كاس موان دو دوا سكر عادي، مبشور تاع زوج حبات ولا ثلاثه ليمون، ملعقه فانيلا، ونص كيس خميره كيميائيه، تبتوا مليح نص كيس خميره كيميائيه. وعندي كاس غير ربع ابوبخي شوفوا زيت اللي هي 125 مليلتر، ندير هكا حفره هنايا ونبدا نبسس الزيت ديالي السميد ديالي عفوا. هاد الساعه فوالا نبسس هاد السميد مليح هكا، نحكو مليح بالزيت لهنايا. الا درتو هكا بسستوه وكان عندكم الوقت خلو واحد سويعه ولا يشرب لكم اليدان، الا ما كانش عندكم الوقت تقدروا تخدموا هكا، هو ماشي ضروري بات كيما السميد، حنا المقروط نبيتوه وغدوا من داك نشربوه. هذايا واحد سويعه برك يريح يشرب داك اليدان، صح لا كنا نزلوا بين هكا نطيبوه نورمال يا با بروبليم. فوالا يلا قلنا درنا رطل تاع سميد موايا الخشين، الموايا اللي رايح للخشين تاع المقروط، فوالا الموايا اللي رايح للخشين تاع المقروط. في هذيك الرطل درنا مغرف تاع لافاني، ودرنا نصف كيس خميره كيميائيه، نص بالك وتزيدوا بالك وديروا هكا وحده كومبليت يتحلهم في المقله. يلا لانه كما قالت تفتح المقله. درنا كاس اللي مداري نعبروا به ناقص زوج صباعتين تاع سكر، ومن بعد ضفنا له جلجلان محمص كاس كيلو كاس ولا 100 غرام راح الكيلو. يلا انا هذا واش لحقت ومن بعد زدت له، و 125 مليلتر الزيت اللي هي كاس غير ربع كاس قولي ناقص ان دوا. وهذا ما كان، درت رطل سميد محمص، 125 غرام سكر تاع القهوه، نص كيس خميره كيميائيه، فانيلا، ومبشور تاع الليمون واحد زوج حبات ثلاثه ليمون، 125 مليلتر تاع الزيت، وكاس جلجلان محمص ومرحي. كي ندير الزيت نحاول الحبات نحكهم مليح هكا باش يدخل لهم ليدام. لهنا البيض هذه الكميه تدخلها 4، بصح هنا كي ديري 4 كاين اللي يدها ثقيله، ولا دارت هي لا درتي كونتيتي ما تشمخيش كاع، دوك نوري لهم كي تبسوا هكا وحده مبتدئه واش دير
قسمو هكا ابوبخي بكميات كيف كيف. ومن بعد واش دير؟ دير لهنا زوج بيض حتى كي تكمل تقلي هذا باش تزيد زوج بيض لهذا، لانه قد ما انت كديري له البيض هاكي طولي في القليان تحيت تخدمي شغلك ييبس، ما تقدريش تفاصوني تولي اوبليجي تزيدي له البيض. تقدري تزيدي له البيض لكن ما حاش تجيك الاول كيما ثاني هاو ييبس لو كان تزيدي له بزاف البيض. انا لهنا كميه قليله حترفد لي ربعه نديرها ما عنديش مشكل لانه والفت نخدمه. يلا سري لي سميه من فضلك. لهنا في البيض ندير زوج ملاعق تاع ماء زهر. فوالا يعني نزيد نسحلك نديرهم انا كامل. هو يرفد ربعه ما فيهاش نقاش، بصح قلت لك الا خلاوه طول مثلا الا درتو كيلو اقسمو نص ديروا له ربعه والنص الاخر ديروا له ربعه. لو كان راكم حين ديروهم على مره واش راه عيسرى يبس لهم وما يقدروش يخدموه. شكرا سميه. انا لهنا ندير حفره كامل. اه دير دير ندير حفره بعد نروح نلم المقروط ديالي. شوفوا لهنا كي تشوفوه هكا راهو جاري. ما هذا المقروط ما فيهش الحشو على كيما تاعنا سميه، حنا تاعنا العفويه فيه هي الغرس هي هذا ما فيهش الحشو كونطخيغ فيه غير جلجلان الداخل. شوفوا لهنا بعد ما دخلت له كامل البيض هاكو تشوفوا راهو شغل جاري. هو لهنايا يرفد لكم واحد 10 دقائق ولا باش يشرب، انا ما حاش نخليه 10 دقائق يشرب شويه برك ونبدا نخدمه. لكن نتوما ضروري تحصلوا على هاد لا كونسيستانس. شوفوا هاي اللي ثقيله خفيفه ويتقلى هكذا. اه دوك 10 دقائق ولا حقبه. علاش قلت لك الا كانت عندهم كميه بزاف ما يديروهاش ما يديروهش كامل لانه يشرب يبس. هاكي تقلي هو يشرب تقلي يشرب بعد الكميه الاخرى ما تقدريش فاصونيها وتتحلك في المقله. دونك تي سخا اوبليجي تزيدي الزيت عفوا البيض. دونك نتوما الا كنتو كميه قليله كيما انا ديروها على مره، الا كميه بزاف دوبليتو ولا ديروا الزيت ديروا كلش ومن بعد تقسموا على اثنين باش تزيدوا البيض. نخلوه يريح هكا واحد 5 دقائق ولا قسمه يشرب ونروحوا في البيض. كنت درت زوج ملاعق تاع ماء زهر باش الزيت تعطينا لهنايا في هذه المقروط. اللي يحب يزيد كاس كاوكاو محمص ومرحي حزيد له ثاني طعم رائع. يلا لكن هو يجي فيه غير الجلجلان. يعني الكاوكاو رخيص. لا الكاوكاو اسهل حاجه اللي نقدروا نديروها ربما في الحشو تاعنا دائما. والكاوكاو يمشي مع الجلجلان بزاف. كاوكاو زي السيترون هادو كامل يتماشوا مع بعضهم بعض. يلا كاينه واحده قالت لي الكموسه تاع زريعه البسباس والكمون يعملوا لي بيبي صح. يعني شفيت بلي الكمون باسكو بنت اختي كانت تموت على هذوك واقيلا الى تحياتي ليها دي يحفظها ان شاء الله كانت تموت على هذوك الكمامس تاكلهم. يلا معليش وصفه الملوخيه راهم يطلبوا في الملوخيه معجون السفرجل. عجون سفرجل كنت درتو العام اللي فات انا تاني بعثوا لي بزاف عليه انا نخمم نزيد نعاودو ما نعرف. يلا يعني يقدروا يلقاوه كي يلحق الموسم شغل يحبوا هذيك الحاجه بصح حنا كنا درناها دونك ما نقدروش نعاودوها. كانوا صباح وقيله داروا في صباح الشروق اللي حبوا يعاودوا يشوفوه. اليوم شفت حبه في الفريجيدار قالوا لي تاع صباح الشروق. لهنا المقروط تاعكم ما تروحوش تعجنوا. ها هاني نفيريفي فيه برك الى شرب فوالا. لازم لا كونسيستونس مش تشوفوا هكا جرى لكم تخافوا منه ولا عادي. الا عندكم الوقت زعما 4 ساعه 20 دقيقه تبداو تفاطونيو المقله واجده العسل واجد تبداو تقليو. لكن الا ما كانش الوقت كيما انا واحد 10 دقائق يشرب ليه نبدا نخدم فيه. علاش قلت لهم المبتدئات يقسموا هكا يزيدوا زوج حبات بيض هنا غير يبداو يقلي يشمخوا الثاني. هذا المقرات شحال ساهل ساهل راهو جايني كيما طمينا راهم مشمخ هكا مام لوغو تاعو مختلف تماما على تاعنا. يلا والحبيبه تجي هكذاك صغيره مقيرط ماشي كبير هو مقيرط صح فوالا. لهنا نروحو نعاودو نولو للروز لو طون المقروط تاعنا يشرب شويه. نحلو لا كوكوت نزعجوكم شويه بالصوت. نروحو فاصل سميه. انا اللي مريضه نلحق بالكوكوطه شغل نروحو فاصل قسنا نحلوها ولا راني خفتها. يلا نخرجوا فاصل مشاهدينا الكرام بعد نعاود نولي عاودنا ولينا لكم بسلام. يعني تنفست لا كوكوط تاعنا ما درناش كارثه الحمد لله. كان فيها راح ديري لها الرز ناديه. الرز نديرو فيه طنجره واحده اخرى دو بريفيرونس ما تلصقش وتكون ثقيله. فوالا يلا نسادك نعطيك صفايه. هاي حاضره تعيشي
يلا هذا بالنسبه لوصفه الارز اللي كنا قلنا لكم انه معروف في منطقه أدرار. طيب هربي بهذاك هذا وما فيش المطعم. صحتي تشوفي شي حاجه نكيلوه بها باش نديروا له الماء. يلا شدك انا مدخنين رسالة تحت حوصل الكنز الثامن. با هنايا تكيلوه باش تعرفوا شحال ديروا له المارق. المارق تنحوهم هذاك اللي راه يطيب نورمالمون تكون الخضره تاعكم طابت اللحم طاب ايتو تنحوا كلش هذاك المارق تصفيوه وتبداو تمرقوا به الرز. هنا تقريبا كيلة يعني تاع معمره مليح تحتاج كيلتين من الماء معمرين مليح. فوالا مارق راح نديروا المارق. اللي ما عندوش المارق اللي ما كفيهش المارق يزيد الماء يزيد الماء تحلي سونسيال المارق لازم يطيب المارق. لهنايا هما يديروا ملعقه تاع دهان حر. احنا ما عندناش الدهان الحر راكو تعرفوا. جبت لك عندك يا خداعه نموت على الدهان الحر. لهنايا نديروا ملعقه مارغارين اماني فوالا الكموسه تاعنا تحطوها هكا من بعد نحط هكا ونبدا نشرب فيه بهذاك المارق. في نفس الوقت الزيت راهو يسخن باش نبدا ونقلو هذاك المقروط. كاينه وحده قالت لي شفت في لي كومونتير قالت ما هذا اللي لحقنا على وصفه المقروط ما شفناهاش بيان حنعاودها لكم شفاو وكتبوا. يلا فيها رطل تاع سميد سميد مويه ماشي خشين خشين سميد تاع المقروط. كنا حمصناه بعد ما حمصناه في هذاك الرطل درنا فيه كاس ناقص زوج صباعتين تاع الكاس اللي نداري نعبروا به ناقص زوج صباعتين سكر عادي سكر تاع القهوه كما قالت ناديه. كاس ناقص زوج صباعتين تاع سكر درنا فيه مغرف تاع لافاني ودرنا فيه نصف كيس من الخميره الكيميائيه او خميره الحلويات نصف كيس. ردوا بالكم كما قالت لكم ناديه ديروا كيس لانه يتفتح لكم في المقله. زدنا معاه يا ربي زدنا معاه مبشور الليمون قالت لكم ناديه يحب مبشور الليمون. زدنا معاه كاس جلجلان مطحون محمص كان محمص مطحون كاس معمر. زدنا معاه الزيت كاس غربع يعني كاس تقريبا ناقص صباع ولا زوج صباعتين كاس غربع الكاس اللي عبرنا به دائما الوصفه تاعنا. نسينا ندخلوا هذاك الجلجلان هذاك الزيت في الجلجلان مع السميد حتى تيدم كما نديروا المقروط العادي. من بعدها ضفنا له البيض في هذه الكميه ياخذ 4 حبات بيض في هذه الكميه ياخذ 4 حبات بيض نضيفوا له 4 حبات بيض وزوج مغارف تاع ما زهر باش نحوا الكو تاع البيض. كما شفتوا القوام اللي وريته لكم ناديه كان مقبل خفيف اكثر دوكا باش تشوفوا باللي شرب بالبيض شوفوا القوام تاعو دوكا كيفاش راهو طمينا شغل درتوها وباتت وقعدت شوف ماشي كيما كان فيها تشرب شوفوا ماشي كيما كان مقبل. وقالت لكم انه لازم يطيب تمتم بالنسبه للمبتدئات من الاحسن تقسموا الكميه هذه تقسموها على 2 تشمخوا بزوج بيضات من بعد كي تقلوا تعاودوا تزيدوا كي تقلى الطرف الاول باش تعاودوا تزيدوا الدوزيام باش لانه البيض يبس المقروط. هذا مقيرط يعني مقروط صغير الحجم تاعو صغير كما راكم شفتوه في بدايه الحلقه هو خاص بمنطقه تلمسان هكذا ان شاء الله ما نسيت حتى ما فيش رشه تاع ملح فيه قرصه ملح انا ما درتهاش معروفه خلاص ولي تلمو اللي والف النادي كل اللي نهبط معليش تلمو اللي والف القرصه تاع الملح اللي نساوها لي شاف ولي في لانه ضروري القرصه تاع الملح ما يجيش صامت يجي هذاك يلا ما تنساوش القرصه تاع الملح اللي كما قالت ام لوف الماء لان حنا نسيناها ديروا في بالكم باللي دائما قرصه الملح في الحلويات يقول لك نديروا الملح زعما على العين على القاطو شويه العين شويه ما كاينش منها شوفي كيفاش كانوا يعرفوا الله يبارك كاين لازم تعدلي الذوق تاع السكر مع السميد فارينه صامته سميد صامت تسمى لازم تعديل هذاك تاع الذوق باش يجيك الحاجه محلوه ما مالحه هما الله يبارك زعما نقرا وما حتى حاجه قرصه ملح للعين صح. لهنايا هاولي كيفاش قلت لكم الرز يتغطى كامل دو بريفيرونس حاجه ثقيله وينقصوا له ويخلوه يطيب واحد 25 دقيقه كي ينشف الماء يجينا مزربع شغل طعام. ومن بعد هذيك المرقه تنشف كاغيما حاولوا ديك المرقه لا قعدت لهم صح لا ما قعدتش هذاك الشويه بصل حاولوا يعقدوه كامل ومن بعد يحطوهم فوق هذاك الرز يحمروا هذاك الدجاج واللحم في مقله مع دوك الخضار والبيض من فوق.
خبل. لكن هكا لازم يتغطى، لازم هذاك الهواء يقعد له لداخل. يلا الرز قلنا الرز درنا الرز نص ساعة يتشمخ قبل، من الأحسن أنه يكون رز بسمتي يعني باش يجي مزربع حبة حبة. أما في لاكوكوت واش درنا فيها؟ درنا قلنا هذا الطبق يحب اللحم والدجاج، كنا قلينا اللحم والدجاج في بالزيت عادي حتى خدا هذيك التحميره، درنا له زوج حبات عبصل كبار مقطعين قطع صغيره ماشي مرحيين لانه ما نسحقوش هذاك الماء تاعهم، درنا لهم حبه طماطم، زربعنا هذيك الطماطم على اللحم يعني كوفريناه، باش درنا التوابل. التوابل كان فيها سكنجبير، كان فيها كمون، كان فيها فلفل عكري حلو وحار، كان فيها الكركم، كان فيها توابل الدجاج او اللحم واش عندكم متوفرين، فيها الزعفران والقرفه والملح دائما كالعاده. بعد ما نخليهم يتقلاو بيان ياخذوا التقليه مليحه باش نزيدوا هذوك الخضار تاعنا. الخضار كنا درنا القرعه البطاطا وزروديه، درنا التمرقه تاعنا مرقنا بالخضره مرقنا الخضره يعني كل الخضر الموجوده اللي عندكم، ودرنا هذاك نص راس تاع كرنب كان مقسوم شلوه بيان وديروا في المرق تاعكم مرقوا بيان لانه هذاك المرق تسحقوه في الرز. الرز بعد ما تشمه قطرناه، بعد ما قطرناه درناه في طنجره واحده اخرى، لكن طاب بالمرق هذا اللي كنت نقول لكم عليه، المرق تاعو بعد ما نصفوه نسقوا به الرز. يعني شوفوا انا مريضه وراني ندير فليفور ونعاود لكم هكذا باش ما يروح لكمش الوصفات. يلا المقروط خلاص انا نشوف هنا بدا يشد، انا خفت وخطر اقول لك يشتك زيد واحد الخمس دقائق نورمالمون وتواسينا حنفاصوني لهم نقلي لهم حبيبات قدامهم هما كي ينشف تحسوا روحكم تقدروا تفاصونيو ما يسقلكمش هكا تبداو تخدموا. خيب لهنا مازال يلصق شويه صح، شوفوا من قبل شتوه كان ليكيد او بدا يشرب دوكا بدا ينشف وتحسي باللي هما علاش يشمخوه ويخلوه يبدا يتعسل، هذاك السكر يتشمخ مع هذاك البيض ايتو يتعسل ويولي يتلاصق لك في يدك، تقدري تفاصوني تبدا تقلي، توجدي المقلاه توجدوا العسل توجدوا طبسي تقطروا فيه ايتو باش تبداو تقليه وما تحبسوش لانه انتم كنت تحبسوه وراه يبس. يلا الا شتوه يبس لكم تقدروا تراطرابيوه ماشي بحبه بيض، ضربوا حبه بيض زيدوا غير بالملعقه غير قسمه تولي لكم لابول تتشكل تحبسوا البيض، لانه لكن قد ما تزيدوا البيض قد تخسر لكم الوصفه يزيد يبس بالبيض. دونك دو بريفيرونس تخدموا بكميات قليله. مبتدئات كي تقسموا خفتوا ما تكونوش قسمتوا بالعدل حكموا فيه بول مثلا عمر بول هكا وبول هكا، ولا يوزنوا كاريمون قال تحصلوا على 500 غرام يقسموها 250 250 وديروا زوج بيض منها وزوج بيض منها. هذو سي دي زاستيس برك. يلا المرقة تاع الرز تاعنا راهي تختار، الزيت راهو يسخن باش نقلو فيه المقروط، بعد ما يتقلى نادي يتعسل مباشرة يقعد هكا شوية التقليه تاعو سميه يا ربي كل حايق لانه كلش طايب، بس ماهوش حايد نطيبوه هنا البيض برك ينشف لنا. دونك ماشي كيما المقروط تاعنا نقصوا له ونخلوه يطيب عقله وحبيبه قليله تمتم طيب. الزيت ماشي بارد وماشي داك السخون اللي يحرقه لكم فيه البيض والسكر، لو كان يكون زيت سخون راهو ديريكت تحرق لكم الحبه. بصح ما يحبش الزيت بارده، انا يا كيف نقلي في هذايا نقدر نسرق بيان سور. قولي لهم على الذوق فاطون بيان حبتي تذوقي قولي لهم الذوق نسرق في الحلال. قالوا لي مرتي لانه كليتي المندرين تاع الشيف هشام كيعطاك درتي له ما سمحلكش فيها. يلا بعد شوفوا الشكل تاعها من الداخل يجي معسل ذوق مختلف تماما على ديالنا. شوفوا الشكل تاعها حنفتحها لكم حبه هكذا على المباشر، شوفوا معسله حتى لداخل وطايبه. يلا طاحت واحده شويه ماشي طيب كي حتى كلها انت على بالك. يلا حندوق ونقول لكم الذوق تاعو كيفاش. بسم الله هاي قول لي انا طولت راني نسبن دير كيما يدير لطفي عيشوني لطفي يخرج لنا قلبنا روعه على طريقه لطفي عيشون. لهنا نجيبوا العسل تاع الوجدان. شوفوا لهنا الوجدان خفيف، شوفوا فيه بنه المزهر في بنه الججله وماشي يابس والقارص، هو كاين هذاك المقيرط هكذا اللي يتباع برا بصح يجي يابس هذاك نوع واحد اخر. هذا سميه ثاني حاجه ندير بها سناكم. شوفوا لهنا قلت لكم درت عسل الوجدان ما نزيد له لا مزهر لا حتى حاجه، نخليه هكا بارد لانه المقروط حنديروه من المقله للعسل. سلامة خلاتني انايا. لهنا قلت لكم عسل الوجدان ما نزيدوا له لا مزهر لا حتى حاجه، جيبوا تبسي تشكلوا فيه وتبسي ديروا له بابي كويسون وتنحوا به المقيرط ديالكم باش تقطروه فيه، ولا عندكم
سليله هكا تقطروا فيها، ولا عندكم هذيك السليه اللي يقلو فيها ديريكت المقرط سي اونكور ميو. شوفوا انا والغاز يلا ان شاء الله تكونوا شفتوا كامل الوصفات وكتبتوهم. فوالا ما كلش واضح يعني ما شوفي باش ما تقوليش دازت البيستون. كاين ميساج واحد لو طالع لي في اللايف ولا تقولي سمية تعيشي قال ميساج تاع اليوم بنتي ايلين يعقوب دارت العام ديري لي ديديكات ليها بشفاء عليك ان شاء الله ربي يفرحك وشكرا. يلا انا منحبش نقرا ميساج على ميساج، لكن والله العظيم كان ميساجها واحد برك راه الرزق عاد غير كاين بزاف نساء ثاني راهم يدعوا يقول لك الناس كامل راهم يتفرجوا قولوا لهم يدعوا لنا بدريه صالحه لانهم ما عندهمش دراري ربي يرزقهم ربي يفتحها في كل وجه واحد. انا دائما شغل نحب هكذا ندعي ولا نقول للجميع اللي اليوم عيد ميلاده يا سيدي عيد ميلاد سعيد وطوله العمر اللي مريض ربي يشافيه هكذا باش ما نقراوش ميساج ما نقراش لانه من بعد يقول لك المعرفه والاخر وانا والله ما نعرف حتى واحد هنا على البث المباشر. شوفي سميه لهنا نشكل فيه مازال ما شدش روحو بصح راني حنشكلو كمان باش يشوفوا التقليه كيفاش هما حتى ينشف. شوفوا كي تولوا تشكلوا فيه ما يقعدلكمش هكا في يدكم تنشف الحبه عادي تقدروا تخدموها عادي دوكا يزيد واحد 3 دقائق برك وينشف. غير لهنا تشوفوا واحد يدير فينا سكارة قال لك والله ما تخدموني دوكا لكن انا متمرده عليه لازم نخدمه. لهنا كي راهو طري الحبه ما تجينيش شاده روحها يقولوا اه فوالا العسل دائما فيريفيها هكا بان بول زيد عفوا زيت ندير هكا ان بول ريسكيو بها لصق بيدي لانه يدي راهي تلصق ديجا فوالا. يلا قلنا هذا المقروط معروف في منطقه التلمسان وكانت ديجا اتصلت بنا السيده واكدت هذا المعلوم. يلا الرز راهو يطيب كنا نار قليله غير يغلي نقص ونخليه يطيب واحد 20 25 دقيقه دو بريفيرون. شوفوا هذا الهواء اللي يخرج منه والاخر كاع ما يكونش تحاولوا تغلفوا مليح قد ما هو يقعد لداخل قد ما يجي هذا الرز بنين. المهرق اللي هنايا قلت لكم تخلوه يعقد يعقد باش هذاك البصل يتجمر كامل هكا تزيدوه برك من الفوق الخضره تتنحى اللحم والبصل. نعاود فقط الرز كنا درنا له الرز هو اللي درنا له هذيك الكموسه يا اخي. يلا الكموسه كان فيها الرند كان فيها كان فيها قرنفل عيدان قلال فقط ثلاثه ولا اربع عيدان كان فيها الهيل كان فيها ذكريني الهيل نجمه البحر نجمه البحر يلا نجمه الارض قرنفل الرند اربع حبات ولا ثلاثة تاع قرنفل والهيل يلا هادو كامل كنا درناهم في كموسة ولا كومبريس صالحة يعني واللي لقى هذا عود قرمي ولا جو سي با اكيد عود القرمي الكامل راهم يبعثوا يقولوا العود الاسود او العود القرمي موجود هو ثاني لازم يكون حاضر في هذا الوصف. ولا الناس يديروه بطريقه واحده اخرى ماذا بيا تبعثوا لي نزيد نشوف الطرق الاخرى. شوفوا لهنا كيفاش نكيل بزوج صبعتين هكا باش يجوني الحبات كامل كيف كيف ها باش يجو كامل كيف كيف ومتحوفين. لهنا قلت لكم لازم يزيد واحد الخمس دقائق اكثر من هكا وتبداو تخدموه. انا نخدم بهذا لافاسون المقروط نسقم له هذا الوجه هذا الوجه وندوره هكا شويه الا راكم تشوفوه هنا معايا ونخليه نوجد هكا واحد الكونتيتي قسمه نقلي يلا راح نشوفوا فقط حبه ولا زوج تاع مقروط يتقلى بعدها نروحوا الفرن فوالا او مليح الزيت غير دير هذيك الحبه نبيبلات هكا نعرفوا بلي الزيت تاعنا سخن دايره وسخن بزاف ماشي غير شويه تكتبوا ما يشدش القليان يا ربي 3 دقائق هذيك حبه كبيره اللي من هاد لانه هذا الحربوش درته شويه كبير على الاول مانيش قادره نتحكم فيه كي راهو طري. راح نوري لكم فقط الطريقه لكن نتوما ماذا هذه هي طريقه ماشي مختلفه برك يريح فقط وتخدموه يزيد يريح واحد خمس دقائق برك تلقاوه نشف حطبات تكذبوا تقولوا هذا اللي جريناه من قبل هكاك لكن يرفد اربعه حبات بيض ارطل يرفد اربعه حبات بيض نفس الكميه عاده وسخون بزاف هذا الزيت معليش ندير انايا ترمو هنا غير بالعقل الزيت هنا المقروط لازم يعوم في الزيت ماشي النص تاعو الفوقاني ماشي مغطي ما راهوش رايح يطيب لكم ومن الفوق تتشقق لكم فوالا نجيب هنا باش نوري لهم كيفاش يطيب ما يطولش بعدا لا كان الزيت سخون حاولوا ماشي يكون سخون بصح كي تكونوا طيبوه النار ماشي قليله
دافي عادي نرمو عليه الزيت ولا ما نرميش، لازم يعوم في الزيت. هاوليك نحي هاد العكوكوت باش يقدر يلا باش يقدر ياخذها. هاوليك هاو يتقلى عادي. ها هاو تم تنطر. شوفوا سمية ها تخبله. ها شوفوا طيابه، لانه فيه غير بيض ماشي حاجه اللي وري اعطي المحي يشوف. يلا ماشي راهو حمر بزاف خلاص هكذا. هذا هو كان شويه سخون، مي هذا هو طيابه. شوفي ها شويه ماشي سخون على هكا، انا نحبو شويه اقل من هكا مباشره. بون الا كان العسل كنتو ديجا درتو فيه المقروط وكو تقلو عندكم تحطوه يقطر هنايا ومن بعد باش تعسلوه. لكن انا خليه يتنفس هكا كما نقولهم، تروحوا ديك السخانه تاع الزيت وعنديروه في الزيت، لكن ماشي حارج نديرو هكا في الزيت. هذيك السخانه تاع الزيت حتلق لنا العسيله تاعنا. هذا هو نخليه يقطر هكا شويه ونعسلو. تخبي نكونو كنا ديجا حطينا عسيله الوجدان ما درنا لها ني مزهر ني والو. هي مليحه ديريكت نستعملوها لهنايا تخلوه او يتعسل. كي يوجد لكم واحد اخر فيه مقله باش تنحوه من العسل، ما تنحوش التمتم خلوه يشرب. دير واحد اخر يتقلى كي يوجد له في المقله باش نحي هذا تخبي. ومن بعد اللي يحب يعسل كي يكون حيقدمه ولا يعاود له التعسل. هذا هو يلا هذا بالنسبه للمقروط تاع منطقه تلمسان اللي قلنا لكم معروف تما. سمية سقسي لي يلا ما لحقتش على الميساج. رامي يقولوا لي عاودي لي وصفه مقروضه، حنعاودها لاخر مره بسرعه باش نروحوا فاصل. نروحوا على طاوله التقديم، كان فيها ارطل تاع سميد موين تاع خشين موين تاع المقروط اللي معروف. نكونوا حمصناه كيما نحمصوا تاع الطمينه. بعد ما نحمصوه في الرطل هذاك نضيفوا له كاس تاع سكر ناقص منه زوج صباعتين، نضيفوا له كاس جلجلان مرحي محمص كذلك معمر، نضيفوا له نص كاس ولا كاس غير ربع زيت. كاس غير ربع قولي كاس ناقص منه دو دوا. دو دوا تاع الزيت اللي هي 125 مليلتر. نضيفوا كذلك مغرف تاع لافاني ونصف نصف ساشي تاع خميره كيميائيه او خميره الحلويات. نسيو ندخلوا هذاك الزيت في الخليط تاعنا، بعدها نضيفوا له قرصه تاع الملح ونضيفوا له المبشور الليمون كنت نسيتو، وكذلك نشبخوه بالبيض. في هذه الكميه يرسل لكم اربع حبات بيض، روحوا معاه بالاقل وشفتوا طريقه تاع القليه تاعو. زوج ملاعق ماء زهر. يلا لهنا ما حندير والو، حنحمر غير هذاك اللحم والدجاج في شويه مارغارين ماني. تخيل حنا نخرجوا فاصل. يلا مشاهدينا نخرجوا فاصل، بعدها راح نتلاقاو بكم على طاوله التقديم بالاطباق تاعنا تاع نهار اليوم. نهار اليوم ندي يعطيك الصحه التليفون. يعطيك الصحه المشاهده. يعيشك شكرا سميه. اطباق تاع نهار اليوم راهي واجده خفيفه ظريفه. الاطباق عطوا لهم وقتهم، حنا نزربوا شوفوا انا يديا من التزيين الاخرى ميحرقوا. عطوا لهم وقتهم في التقليه في الطياب. الروز بعد ما يطيب نورمالمون يقعد واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق في هذاك البخار تاعو باش حتى حاجه من هذاك البنه ما تروح، باش من بعد نسربيوه. شوفوا راهم زربع كي طعام. عفوا انا نمسي فيه في يدي، مي راهم زربع حبه على حبه. التزيين يكون هكا بالخضار الحار اللوز ولا جوز كي تكون مناسبات، لكن عادي يرموا له غير هكا شويه قزبر من فوق للتزيين مع حبيبات تاع البيض المغلي. والمقروط ديالنا راه واجد شتو جميع لي زيتاب، جست يريح برك وقليوه يعاود يتعسل كي تكونوا حات كونسوميوه. نشكركم على المتابعه، يعطيك الصحه سميه تفعلي. نتلاقاو الاسبوع المقبل ان شاء الله. يلا نتلاقى بك ان شاء الله هنا ديال الاسبوع المقبل. اما انتم مشاهدينا الكرام نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله مع الشيف ام نوفل يدرى شن خبيتنا الغدوه ان شاء الله. ان شاء الله تبقاو على خير وسلام. نفس القناه نفس الموعد غدا ان شاء الله. ان شاء الله.